اللي هقوله ده بالظبط بدون مبالغة. شركة فلان الفلاني للإنشاءات والتعمير. ده مشروع كبير بقى، شركة للإنشاء والتعمير. المهندس الاستشاري، الاستشاري اللي بتكتب على الكباري دي وعلى المشروعات الكبيرة، فلان الفلاني. ايه بقى المشروع اللي جوه باب اللوق؟ مشروع إنشاء دورة مياه حضارية، قطين، صعريج، وعمال رايحة وعمال جاية على قطين، اسمه مشروع إنشاء دورة مياه حضارية. يعني ايه دورة مياه حضارية؟ يعني ايه الناس هتتعامل ازاي في الحكاية دي؟ اللي هيدخل لمؤاخذة التواليت ده هيتعامل ازاي؟ آلي؟ ميكانيكي؟ يعني ايه؟ هيدفع في مكنة ويتعامل بمكن؟ يعني ايه مشروع انشاء دورة مياه حضارية؟ معرفش. المهم هذا المشروع العملاق، لا ده كان مكتوب فيه يافطة كمان، اللهم لا حاسد والجو ده. يعني ما تفهمش اسرائيل هتحسدنا مثلا على دورة مياه حضارية؟ باكستان زعلنا مننا عشان حطينا دماغنا في دورة مياه حضارية؟ المهم هذه دورة المياه الحضارية بعد كام سنة النهاردة شفتها لقيتها لا علاقة لها بالحضارة خالص. حلو جدا ان احنا نعمل دورات مياه للناس في الشوارع، بس بره في كشك كده بيتشال اخر النهار، انما انها تبقى ثابتة لا، ومعمول لها بقى جو هندسي، حاجات طايرة وحاجات داخلة ويافطة، وبعدين مكتوب يافطة كده صغيرة مش عارف ايه، بخمسين قرش وايه بجنيه. ايه اللي بخمسين قرش وايه اللي بجنيه؟ مش قادر افهم. وراجل قاعد متضايق جدا يمد ايده قبل ما تخش عشان ياخد الخمسين قرش، ولا بقى مناديل ولا مية ولا اي حاجة ليها علاقة بالحضارة. مش فاهم يعني ايه انشاء دورة مياه حضارية.